السلام عليكم ورحمة الله. طلبة الصف الأول عندنا في مادة التربية الإسلامية هيكون شرح لي أول درس من جانب القرآن الكريم، هي سورة الفاتحة. وزي ما نحن عارفين، زي ما القرآن الكريم بدأ بسورة الفاتحة، نحن هنبدأ المنهج بتاعنا إن شاء الله بسورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي سورة مكية وعدد آياتها 7 آيات. سورة مكية يعني نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسولنا الكريم، في مكة المكرمة، عشان هيك سميت السورة مكية. طبعا عندنا قراءة النص القرآني، لازم نعرفه كيف نقرأ بالتشكيلة عشان تكون قراءتنا صحيحة وسليمة. نقرأ بشوية بشوية كم مرة عشان تعودوا على قراءة السورة. نقرأ السورة وبعدين نشوف تفسير الآيات والكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. هيك نكون كملنا قراءة السورة، نحاول نقراها كم مرة عشان تعودوا على قراءتها. طبعا جول تفسير السورة، قبل ما نعرف تفسير السورة، سميت السورة بسورة الفاتحة عشان هي افتتح بها سبحانه وتعالى القرآن الكريم. وكذلك نعرف الاسم الثاني لها، هي عندها اسماء واجدة بس الاسم الثاني سورة المثاني عشان نحن نقرأ فيها في كل ركعة في صلاتنا. يعني سورة الفاتحة عشان سميت بالفاتحة عشان افتتح بها الله سبحانه وتعالى القرآن. سورة المثاني عشان نحن نعود فيها في كل ركعة في صلاتنا. نجو نعرف تفسير الآيات والكلمات. الحمد لله رب العالمين، هنا الآية الأولى. الحمد يعني الثناء على الله، شكر لله، جاية بصيغة شكر وثناء على الله. الله رب العالمين، رب العالمين يعني هو مربيهم وهو مدبر أمرهم وهو مولاهم. الرحمن الرحيم، طبعا كلمة الرحمن وكلمة الرحيم أسماء الله الحسنى، من أسماء الله الحسنى، تدل على رحمة الله بعباده وبالمؤمنين وعلى واسع رحمته. ملك يوم الدين، ملك يوم الدين يعني هو ملك يوم القيامة، يوم الجزاء. إياك نعبد وإياك نستعين، هنا في صيغة الدعاء. الآية هذه في صيغة الدعاء واعتراف بأن الله هو اللي يستحق العبادة وحده. إياك نعبد يعني نحن نلجأ لك في كل شيء، وإياك نستعين ونستعين بك على كل شيء في حياتنا، وما نعبدش سواك. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يعني دلنا على الطريق السوي المستقيم الصحيح. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط المؤمنين الصديقين والشهداء والنبيين، يعني الناس هذوما أنعم عليهم ربي بأن هداهم للصراط المستقيم. فنحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، الناس زي الصديقين والشهداء والأنبياء، غير المغضوب عليهم، يعني مش اللي أنت غاضب عليهم يا ربي. نحن نبو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم اللي عرفوا بالله وبالإسلام لكن تركوه وما دخلوش فيه، فربي غضب عليهم. ولا الضالين، الضالين اللي هم ما اهتدوش أساسا، يعني ما خشوش الإسلام، ما عرفوش أصلا الإسلام. طبعا هيك نكون كملنا تفسير الآيات. نحن بنعرفوا أن السورة هذه فيها من الأدعية، يعني زي اهدنا الصراط المستقيم كدعاء، إياك نعبد وإياك نستعين، نعترف لله بربوبيته وبوحدانيته وبأن نعبد فيه هو وحده سبحانه، وأن نستعين به على كل حاجة في حياتنا هو فقط. فيها من أسماء الله الحسنى الرحمن والرحيم، وفيها حمد ثناء على الله، هي الحمد لله رب العالمين. وننبو يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الصراط السوي، صراط الحق، يعني صراط الذين أنعمت عليهم الأنبياء والصديقين والشهداء، غير المغضوب عليهم، مش اللي ربي غضب عليهم لأنهم عرفوا الإسلام وما مهتدوش، ولا الضالين اللي هم اللي مهتدوش أساسا. هكي نكون كملنا شرحنا الأول درس في مادة التربية الإسلامية للصف الأول.